جواز رغم أنف الملك فاروق، قصة حب الأميرة فايقة وفؤاد صادق. ناس كتير فاكرة إن الملوك دول ما عندهمش قلوب ولا يعرفوا يحبوا زي باقي الناس، أو حتى مشاعرهم دي جامدة ما بتتحركش حتى لو في إيه حصل. بس الحقيقة إن ده مش حقيقي، لأنهم زيهم زينا بالظبط، بيحبوا وبيتحبوا. في منهم اللي ممكن يسيب الملك والحكم وكل اللي وراه قدامه علشان خاطر بس دقة قلب واحدة. وقصة الأميرة فايقة وجوزها فؤاد بيك صادق خير دليل على الكلام ده. القصة دي واحدة من القصص الحب الكتيرة المستحيلة اللي التاريخ اتكلم عنها، لكن الكل كان معارضها. ده حتى الملك نفسه كان رافض العلاقة كلها مش الجوازة بس. لكن بالرغم من كل ده قدروا يتجوزوا وعلاقتهم انتهت نهاية ناجحة. تعالوا نعرف مين هم أبطال قصة الحب دي وليه كان الكل معترض عليها. الأميرة فايقة هي البنت الثالثة للملك فؤاد وأخت الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان. فايقة اتولدت في يونيو 1926 وبدأت تعيش في واحدة من أجمل قصص الحب اللي ممكن بنت تعيشها، وهي في قصر منتزة في اسكندرية. في الوقت ده كانت أوضة ضابط التشريفات الشاب فؤاد أحمد صادق تحت أوضتها، وده كان سبب رئيسي من أسباب مقابلتهم الكتيرة في السرايا، في نظرة وابتسامة وكلمة الاتنين وقعوا في حب بعض. بس علشان الأميرات كانوا محطوطين تحت مراقبة شديدة قوي في القصر، كانت المقابلات اللي بتتم بينهم صعبة قوي. ولما كانت الأميرة فايقة تبقى عايزة تشوفه وحاسة إن الدنيا أمان في القصر، كانت ترمي بلية من بلكونة أوضتها لبلكونة أوضته، وده كان السيم اللي ما بينهم اللي محدش كان عارفه ولا فهمه. قصة الحب اللي ما بينهم هما الاتنين كانت بتزيد يوم عن يوم، لحد ما الضابط اتجرأ وراح طلب إيدها من الملك فاروق شخصيا. طبعا الملك فاروق صار لما عرف الحب اللي ما بينهم ورفض العلاقة ورفض طلب الجواز كمان، ولأن فؤاد صادق كان مجرد ضابط تشريفات ومش من العيلة المالكة. طبعا غضب الملك فاروق وصله إنه نقله من ضابط تشريفات موجود معاهم في القصر وخلاه مع الحرس الخارجي. طبعا مسكتش الحد كده، ده طلب من وزير الخارجية إنه ينقله برا مصر كمان علشان يقطع أي روابط تواصل ما بينهم للأبد. وبالفعل اتنقل في الأول اشتغل في سفارة مصر في بولندا، ومن بعدها سفارة مصر في أسبانيا، وفضل يتنقل من بلد لبلد 4 سنين. كان الملك فاروق فاكر إن البعد والفراق والسنين هيقدروا ينسوهم بعض والقصة تنتهي على كده، أو حتى هيشوف واحدة أجنبية يحبها ويتجوزها ويبعد عن الأميرة فايقة. لكن ده ما حصلش، وفضلوا على التواصل وكان دايما بيبعت ليها جوابات. فقرر الملك فاروق انه ينقله تاني لسفارة مصر في الصين. السفارة دي وقتها كانت لسه جديدة وهو عايز يبعده بأي شكل، وفضل هناك سنتين. وبكده فضل 6 سنين هو والأميرة فايقة كانوا بعاد جدا عن بعض، بس ده البعد المكاني مش بعد المشاعر. وطبعا فاكرين الخلاف الكبير اللي حصل بين الملك فاروق والملكة نازلي أمه، واللي تسببه الملكة نازلي سافرت لأمريكا وهي معاها بناتها فايقة وفتحية. فضلت فايقة على تواصل مع فؤاد صادق سواء بمكالمات أو بجوابات، لحد ما فعلا اتجوزوا غصب عن الملك فاروق في 5 إبريل 1950 في مسجد سكارناتو في كاليفورنيا، والاتنين قضوا شهر العسل في هاواي. الملك فاروق لما عرف بالموضوع غضب بشدة وبعت للأميرة فايقة يهددها ويقول لها إن لو ما رجعتش مصر هتطرد من العيلة المالكة. فرجعت هي وجوزها سوا، وأول ما نزلوا فرقوا ما بينهم في القصر وحبسوا فؤاد صادق. لكن بعد أيام قليلة قوي عرفوا إن الأميرة فايقة حامل، وما كانش قدام الملك فاروق غير إنه يعترف بالجوازة دي، وإدى لفؤاد صادق لقب بيك وصاحب العزة، وعين الأميرة فايقة رئيسة للهلال المصري، وخلاص سلم للأمر الواقع. وسنة 1970 اتشخصت الأميرة فايقة بالسرطان وفضلت تعاني منه 13 سنة، لكن أول ما حبيبها مات ما استحملتش وماتت من بعده ب 11 شهر، ووصت إنها تدفن في المدافن بتاعته.